جيت يا دكش؟ اقفل موبايله، بس انا عارف طريقه. كابي اطلع يا طارق، اقعد في البيت وما تنزلش، انا مش ناقصه مصايب. اطلع يا حبيبي، يا رب استر معانا، احنا ما بلاش الا لسان يا رب. اطلع يا طارق. طارق سيد، امك فين؟ ماشي مع عم الدكش دلوقتي. ما قالتلكش راحه فين؟ لا بس انا سمعته بيقول لها ان هو عارف طريق زناتي. أسامة خد خبر؟ لا. طب تعالى معايا. وحياه امك ما هسيبك النهارده، ومش هتطلعي بشرف من الاوضه دي. سنتي كلب. تعال. وانا يبقى معايا نمره زبده ليه؟ وبعدين انت ليه مش عايز تقول لي انت ايه اللي جابك فجاه كده؟ ها؟ لا مفيش يا اخي، بس انا كنت في مأموريه شغل هنا جنبكم كده، قلت اجي اطل عليكم. الله، طب ولما انت عارف ان انت جاي يا سيد ما جبتش معاك فلوس المحامي ليه؟ بدل ما شحطتنا ورده على الصبح كده. نصيبها بقى. ربنا يستر. في ايه يا سيد؟ انت فيك حاجه مش مظبوطه. في ايه ما تقول لي؟ خير. ان شاء الله خير. اهدي. اهدي يا حبيبتي. انت بخير، بخير ان شاء الله، وطالما انت بخير فداكي مليون كلب زي ده. خدها وانزلي، خدي توك توك ولا تاكسي من الاول الشارع، وانا هخلص الحكايه دي وهحصلكم. متخشبه ليه؟ اتحركوا. لا مش متخشبه ولا حاجه، يلا بينا. قادره تقومي؟ قادره تقومي؟ يلا يلا. كلب كلب على مهلك. تعالي لحقني لحقني بموت. حد يخطف واحدة في عز الظهر يا غبي. مش انت اللي قلت لي اعلم عليها؟ قلت لك اعلم عليها، مش تودينا في داهية. مش قادر استحمل الوجع، مش قادر استحمل، مش قادر. الوجع هيموتني. ارتاح ارتاح، انا هريحك. أنا هريحك وهريح روحي معاك. إيه ده؟ دي برضه ماما يا سيد. الحمد لله على سلامتك يا وردة. أنت كويسة؟ الحمد لله. في إيه يا سيد؟ مفيش حاجة يا أسامة، أنت إيه بس اللي قومك؟ مالك يا وردة في إيه؟ وردة زي الفل، وردة ست البنات. انت هتقوم من بيت ولا ايه؟ تعالي يا اختي عشان ترتاحي. هو في ايه يا سيد؟ خش ارتاح يا اسامه، مفيش حاجه. زناتي فين؟ سيبناه سايح في دمه. ايه؟ هو اللي هجم عليا. يعني يتهجم عليها وتسيبه؟ الاقيه فين؟ في بيته. الهي يولع هو وبيته. رايح فين يا سيد؟ رايح اجيب بقيه حقنا من ابن الكلب ده يا ورد. انا جاي معاك يا سيد. الموضوع مش مستاهل يا اسي، انا مسافه السكه ورجع لك.